خولو مبارك رئيس جمعية الأمل لتجار المواد الغذائية بتقسيط أكادير. أولا كنرحبوا بموقع أخبارنا على هذه الالتفاتة، كنشكركم اللي شاركتوا معنا الحوار على هذا الإضراب. أساس ديال هذا الإضراب هو اللامبالاة ديال رئيس الحكومة اللي صيفطنا له واحد مجموعة ديال الرسائل باش نوريو بأنه راه كاينة واحد الفيدرالية منخرطين فيها واحد المجموعة ديال الجمعيات على الصعيد الوطني، هي اللي كتمثلنا، هي اللي تتعرف المعاناة اللي كان عانيوها والمشاكل اللي كان عانيوها كبقالة، لأن هذه الفيدرالية بحد ذاتها فيها ناس بقالة وفيها ناس ولاد الميتي، أما أكثر تمثيلية فلا أعتبرها ولا تمثلني. بالنسبة لنا احنا في أكادير ثلاثة ديال يعني ثلاثة ديال الجمعيات اللي دايرة هذا الإضراب، جمعية أورير جماعة أورير ديال التجار، جمعية الأمل لتجار المواد الغذائية، وجمعية أكادير لتجار المواد الغذائية بالتقسيط، بالإضافة لجمعية بقالة ديال تارودانت حتى هي دخل في الإضراب، جمعية سند في تيزنيت، جمعية بويزاكار، جمعية باب الصحراء، واحد المجموعة ديال الجمعيات حتى في الشرق، جمعية البقال ديال وجدة، جمعيات ديال سيدي يحيى الغرب، الرباط، سالا، يعني واحد المجموعة ديال الجمعيات مراكش الصويرة اللي أيدت هذا الإضراب هذا، لأن المشكل اللي كنعانيو منه هو المقاربة التشاركية بيننا وبين الناس اللي كيمثلونا في هذا القطاع وبين رئيس الحكومة اللي راسلنا وما عطى أي اعتبار أو أي اهتمام لهذه المراسلة اللي وصلته. هذا شيء يؤسف له، لأن احنا الحمد لله التغطية الصحية فرحانين بها سنوات هذه وحنا كنناضلوا من أجلها. الشكل اللي نزلت به اللي هو شي شوية في شي شوية ديال التخبط خصوصا من الناس اللي خذوا هذا الملف بين يديهم، كان خص واحد شي ديال التريوت، كان يكونوا محاضرات، كان يكونوا مناظرات لهاد الجمعيات هذه باش يوصلوا لهم المغزى من هاد التغطية الصحية وتوصل بواحد ليونة وبواحد يعني بواحد الشكل اللي يرضي الجميع. ما باش تنزل واحد تقول هذه الزام عليه انه لان هاد الناس اللي كيعتبروا باكثر تمثيليه راه تيفرضوا تيقولوا للبقاله سيروا تخلصوا، وهذا شيء يؤسف له. حنا اللي تيهمنا هو الانسان يمشي عن طيب خاطر باش هذا المشروع الملكي ان شاء الله الرحمن الرحيم ينجح ويوصل للمبتغى ديالو، لان في حد ذاته هذا المشروع حنا سنوات هذه وحنا كنحلموا به ولقيته فجاء. الناس اللي خداو وخدموا عليه ما خدموه بطريقة اللي خصهم يخدموا عليها، وهذا مجرد انذار اولي راه جميع يعني البقاله اللي منضوين تحت هذه الجمعيات راه سدوا المحلات ديالهم. باش نصيفط واحد الرساله للحكومه ولرئيس الحكومه والناس اللي تيسهروا على هذا القطاع هذه باش يعطيو الاولويه لهاد الناس هادو ويجلسوا معاهم في واحد طاوله حوار، لان احنا غادي نفيدوهم. راسنا اداره الضرائب في الرباط هي الوحيده اللي استجبت لنا وعطينا واحد مجموعه ديال الاقتراحات ومجموعه ديال الاستشارات اللي ما كانت على بالها، لان بعض المحال كيكون كيسير واحد ولكن فيه واحد المجموعه ديال الورطه، كاين بعض المحال اللي كيسيروا مشغل بعقيد تسير، كاين واحد المحل اللي فيه جوج الخوت ولا ثلاثه، وهذه المساله هذه ما كانتش باينه لهم وحبدوا الفكره وشكرونا عليها ووعدونا على انه غادي يكون معنا اتصال، وبالفعل ديما الحمد لله على اتصال وفتحنا البيبان ديالهم للحوار لاي مساله. ولكن للاسف الشديد رئيس الحكومه ما عطانا حتى شي اهتمام حتى شي اعتبار لهذه الفيدراليه والمكونات ديالها والمكتب ديالها. لهذا حنا اليوم كنصيفطوا لي واحد الرساله بسيطه جدا انهم مول الحانوت غير راضي على الواقع والمشاكل اللي كيتخبط فيها وكيسد اليوم الجمعه 16/4/2021 وتيسيفط واحد الرساله قويه انذاريه بانه ربما يكون تصعيد مستقبلا ان شاء الله. اللي نبغي نشكر جميع الجمعيات اللي شاركت في هذا الاضراب هذا، الله يجازيهم بخير، جميع الجمعيات اللي اطرات المنخرطين ديالها ودخلوا في هذا الاضراب هذا اللي الحمد لله كنعتبروه اضراب ناجح. علاش؟ لان الفتوه ديال هذه الفيدراليه اللي ما عندها بزاف في العهد ولكن عندها ناس تيخدموا على ارض الواقع وناس كيحسوا بينا حنا كبقاله وناس اللي عايشين الاوضاع والمآسي اللي كنعيشوها حنا كبقاله، ماشي هذوك الناس اللي ربما اساتذه ربما بزاف ديال الحوايج وتيمثلونا حنا وما تيعرفوش المعاناه اللي كنعانيوها اللي تنعانيوها والمشاكل اللي كنتخبطوا فيها. لهذا كان هذه واحد الرساله جد جد قويه من الفيدراليه والجمعيات التابعه لها لرئيس الحكومه والناس اللي تيسيروا هذا القطاع ديال التجاره، وتنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم انه الرساله وصلت. اليوم في الصباح مشينا للغرفه حطينا واحد البيان توضيحي مشترك بيننا وبين الجمعيه ديال بقاله تارودانت والجمعيه ديال امل تجار المواد الغذائيه والجمعيه ديال التجار باكادير، واحد البلاغ اللي في واحد المجموعه ديال النقاط اللي خص
يجب إعادة النظر في هذه المساهمة المهنية. وانت نتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم أنه يلقى الصدى الطيب ويكونوا هاد الناس لهم عند حسن الظن ديالنا. وتحية لجميع المنخرطين ديال هاد الجمعيات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.